بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نتعامل مع العمليات الحسابية في برنامج الريفت او الداينامو. دلوقتي عايز احصل على بعض الارقام، تمام؟ انا ممكن اعمل اقول له هنا انتجر واشتغل على الارقام ديت، بس انا عايز يعني نبدأ في نوع من انواع البرمجة. فهقول له انا عايز اتلك كاتيجوري، نتعامل مثلا مع الروم، فاقول له انا عايز الكاتيجوري اللي اسمها روم، روم. طيب انا عايز اقول element of category كل العناصر اللي في الروم ديت. طيب انا عايز خاصية معينة، فهقول له get parameter. by name get parameter value by name. طيب ده الاليمنت بتاعي، عايز اديله بقى البارامتر نيم. اقول له هات لي كود بلوك. ما دمت قلت له كود، فهو انا ينفع اكتب رقم وينفع اكتب نص، فعشان كده لازم احط بين علامتين تنصيص عشان يعرف انا عايز ايه بالظبط، تمام؟ اقول له دلوقتي اريا، انا عايز الاريا. طيب عايز اعرف ايه اللي انا وصلت له، فهقول له واتش. تعال نبص كده على القيم اللي جات لي، جاب لي لسه فيها مجموعه ارقام. طيب انا عايز الارقام دي اجمعها مع حاجه تانية، فهاجي هنا هلاقي في عمليات اسمها اوبريشن اوبريتورز، فاقول له مثلا عايز علامه زائد، عايز اجمع القيمه دي مع قيمه تانية، وليكن مثلا ناخد ديت واوصلها هنا، ماشي؟ وهقول له هات لي واتش، يعني انا عايز اشوف النتيجه النهائيه تطلع ازاي. بس خلي بالك ده 45، واحنا زودنا كام؟ زودنا 7، فطلع معانا 52. 80 زودنا 7 بقت 87، وهكذا، تمام؟ طيب برضو ممكن تاخد برضو علامه القسمه، علامه الضرب، العلامات دي كلها ممكن تبدا تستخدمها. عايز اعرف نوع المتغير ده ايه، تمام؟ فانا عندي حاجه ممكن تساعدني على كده اسمها اوبجكت، اوبجكت تايب. ده بيقول لي نوع المتغير اللي انا شغال بيه، تمام؟ هقول له مثلا دوت، فده الليست هيت، ده كله ده سيستم دبل. يعني لو انا قلت له واتش، الواتش ديت هيبدا يشوف لي كل قيمه من دي عباره عن ايه، فبيقول لي ده سيستم دبل. طيب لو انا اشتغلت على دوت برضه هيبقى سيستم دبل، يعني لو خدت القيمه دي وحطيتها هنا سيستم دبل. طبعا انا عايز احولها لمثلا سترينج، فهقول له سترينج فروم اوبجكت، يعني هات اي عنصر ادهولك حوله له سترينج اهو، تمام؟ سيستم دوت سترينج، يعني اصبح الرقم هو هو، يعني الرقم نفسه ما اتغيرش، بس الرقم ده هو بيعرفه على انه كلمه ما ينفعش انها تتعمل عليها عمليه حسابيه. يعني ما دام اتحول لسترينج يبقى ده عباره عن كلمه ما ينفعش الجمع ولا الترح، زي رقم الشارع. انا رقم الشارع بتاعي مثلا 13 ورقم العماره 13، فما ينفعش ان اجمعهم مع بعض او اضربهم مع بعض، ما ينفعش اعمل عليهم عمليه حسابيه. طيب لو انا عايز اعرف اكبر قيمه هنا او اقل قيمه بخش على ماس. لو انا عايز اعرف اكبر قيمه بقول له سيلينج سيلينج، تمام؟ طيب لو انا اديته دي يبقى غلط، لان هو منتظر رقم، ما انت اديته نص، فانا هاخد القيمه دي، تمام؟ او خلينا ناخد القيمه ديت لان دي قبل ما يحصل عليها عمليه الجمع، وهقول له هتالي هنا في الواتش، تمام؟ اقول له بقى ايه، شوف هلاقي هو عمل ايه، خد للرقم الاكبر، تمام؟ بمعنى انا دلوقتي عندي 45.5، فدلوقتي هيشوف ايه الاكبر هيخليها 46. يعني دلوقتي لو انا رحت اشتريت حاجه والراجل قال لي انت مطلوب منك 98 جنيه، فالاقرب للاكبر ان انا هديله المية، تمام؟ فهو هنا بيقرب لي الحاجه الاكبر اللي هي ماس دوت سيلينج. طيب لو انا قلت له بقى ماس فلور، وهعمل له نفس الانبوت، يعني المدخلات هي هي
خدت رقم دوت، بس المخرجات هنشوفها تبقى هي هياها ولا لا. هلاقي ان هو بياخد للاقل، يعني انا دلوقتي ليا فلوس يعني باخد فلوس، فهو بيقول لي انت ليك باقي 10، ليك المفروض ليك 4.5، بس هديك 4 تمام. فهو على طول بيقرب للاقل، ماس دوت فلور بيقرب للاقل لو انا عايز اخد الرقم الاقل تمام. زي ما انت شايف هتلاقي عمليات حسابية زي ال الماكس مثلا او المينيمم، بتدي له قيمتين وهو يشوف ان الاكبر والان الاصغر. بتلاقي عندك الكوزاين والاساين، يعني بتلاقي العلامات الحسابيه اللي انت ممكن تحتاجها موجوده هنا راندوم. تقدر تختار ارقام عشوائي تمام، كل مره بيديك رقم عشوائي غير التاني تمام. يعني كل ما تعمل ران للبرنامج هو بيعمل حاجه عشوائيه. خلينا نشوف مثلا المينيمم ده بتديله قيمتين وهو يبدأ يشوف انهي الاكبر الاصغر، والماكسيمم بتشوف انهي الاكبر. يعني ماكسيمم هديله رقمين هو بيعمل ايه دلوقتي، بيشوف الماكسيمم بين القيمة دي والقيمة دي. طيب لو خدنا حاجة المينيمم ونفس الحاجتين دول همت، وهقول له هات لي المينيمم، فبيبدأ يجيب لي المينيمم زي ما انت شايف.